هي كرة القدم، وفريق كرة القدم في النادي الأهلي هو فريق أكثر من رائع، حصد العديد من البطولات، أجيال تسلم أجيال الراية لرفع اسم النادي الأهلي عاليا. كرة القدم بالنادي الأهلي الذي يضخ الكثير والكثير لمنتخبنا الوطني الأول، ومستوى أداء متميز بين الفرق المصرية الأخرى. نشوف هذه اللقطات الخاصة بكرة القدم في النادي الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يتفضلوا على المسرح. وبعد صعود كل الفرق على مسرح مختار التتش في القلعة الحمراء، بنطلب من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتفضل على المنصة.